لما تروح للمستثمر الملائكي لازم تكون جاهز ولازم يكون عرضك واضح. أول شيء أنك تتكلم عن حجم السوق، وش هو هذا السوق اللي أنت تبي تروح لمه، والموضوع المهم وش المشكلة اللي أنت تبغى تحلها، والموضوع الأخير اللي هو الفريق. المستثمر الملائكي يهمه وجود الفريق، وأنه يكون واضح صور الفريق، خبراتهم، الفاوندر والكوفاوندر ومدير التقني، مهم أن تكون في العرض. في مرحلة ثانية لما يروح مثلا للصناديق رأس المال الجريء يحتاجون أشياء أكثر، يحتاجون أرقام، يحتاجون يتأكدون أنه صار في عندك كم نسبة نمو المبيعات الشهرية، كم عدد الموظفين لما بديت والآن كم عدد الموظفين اللي بتوظفهم، هل الشركة موجودة في السعودية ولا شركة خارج السعودية يسمونها أوفشور في كيمن ولا في خارج المملكة، أو الستركتشر حق تنظيم الشركة، هذه مهمة بالنسبة لرأس المال الجريء. ما هو جيد أنك تقيم الشركة في البدايات أنها تكون تقييمها عالي، الأفضل أنك تبدأ بتأخذ المبلغ اللي تحتاجه، يفضل أنك تأخذ المبلغ البسيط اللي يخليك تجلس إلى 12 شهر لما تسوي الشركة، وبعدين حتى لما تجي الجولة اللي بعدها صارت أوضح بالنسبة للمستثمر. ولما تروح لصندوق رأس المال الجريء عندهم طرق أفضل وأكبر لتقييم الشركة في هذه المرحلة. العلاقة مهمة، أن أنت هالشخص أو هالصندوق أو الناس المستثمرين اللي بيدخلون معك ممكن أنك أنت تعيش معهم، لأنهم بيدخلون معك في قضية مجلس الإدارة، بيشتغلون معك، فالعلاقة جدا مهمة. ولا تنسى أنه حتى لو ما استثمروا معك أنه ممكن أنت يستثمرون معك في الجولات القادمة، فعلاقتك مع المستثمرين مهم أن تكون علاقة جيدة.